كل واحد منا سواء ذكر أو أنثى سيسأل في قبره أسئلة ثلاثة. داتشش خط زمي داتوا دا زمي قطشا وبشانوش ما شم ديحانا وج وبشو ش سيسأل من ربك قد وبشانوش خط ويتحر وما دينك ست ويدينر ومن نبيك خط وينبير بغنبار. السؤال الأول إذا قيل لك من ربك وبشا يابا وبشم وبشما خط ويتحر تقول ربي الله الله ربي جب أنج سيتحر على الحراش خلقني سقي غجاش وخلق الخلق قي غجا خلق شأر وأمدنا بالرزق أن الله سبحانه وتعالى رزق العباد الطعام الصحة القوة. نعم ورزق أود الرزق من 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 أموال من طعام من زوجة من أولاد هذا كله من الله سبحانه وتعالى. يرزق رقديت دي شغنر قديت دي شغنر قديت ملك دي أرقديت سبيخ أرقديت عرب سوري على حشوام قديت وراش. والله سبحانه وتعالى أراد أن نتربى نحن أيضا في الداخل بأن أرسل الله سبحانه وتعالى علينا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل علينا الكتب حتى نتربى. على حشوار خويش غوكزاكم دتيتنو أرى على حشوام يتابخر قصد خوري غاحا قصد خوري غاحار بغنبار خرق وشدخوي غاقوار. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرب لابد أن يعبد، إذا كان هو الخالق لابد أن يعبد الله ولا يعبد أحد مع الله. أود سخواجة ألي حشكم دقشي غاجة ألي حشكم دونيم دقشي غاحاجة أما لنشاش أبدو خبشة النور أبزري غوصة خبشة النور.